يا دكتوره ايوه انت الوجه الطيب الملائكي اللي في الفيلم طبعا يعني بنحاول نتكلم شفتي الملائكي ازاي اهو بس برضو ما احناش متاكدين هو انت طيبه قوي بشكل ايجابي ولا الطيبه اللي هي هاو كيوت هاو نايس يعني احنا ما نعرفش عنها اي حاجه غير اللحظه اللي هي بتنزل فيها تقابل حارس العقار اللي كنت مهتميه ان هي يبان فيها ان هي بتنسى دنيتها نفسها هي بتمارس فيها ايه وبتعمل فيها ايه وبس عايزين نلعب مع القطط والكلاب ودي العلاقه اللي بتجمعها مع الحارس يعني انه مش عايزين نبين هي بتعمل ايه مين عندها بدكتوره ايه ما نعرفش هي بتعمل ايه في الحياه يعني بس هي مواظبه تماما ان هي تنزل كل يوم تعدي عليه بشكل او باخر ويجتمعوا في اللحظه اللي هي بتقعد بقى تنونو وتهوهو مع الكلاب ويلعبوا بيها ويتكلموا وهي حاله خاصه قوي بتجمعها بيه يعني. فدوى انت بقى حضرتي التصوير وشفتي سيد رجب وهو قاعد وسط بقى القطط والكلاب ايوه طبعا احكي لي بقى كان تمثيل اللي حاصل ومبنجين الحيوانات ولا ابدا ولا يعني علاقته بالقطط والكلاب زي هي يعني قدام الشاشه يمكن اروع خارج بعد يعني بره الكاميرا يعني هما بيحبوه بجد يعني. على موقف حصل في مشهد في الفيلم عجبني قوي كان كلب صغير ده ما ينفعش يبقى متمرن ولا اي حاجه مش عايزه برضو احرق الفيلم قوي بس كان هما الاثنين واقعين على الارض فالكلب الصغير جري وعينه هو غرقان في دمه وهو باين عليه ان هو موجوع اكتر بس الكلب الصغير جري ما عملش اي حاجه بس ده جاب ده حقيقي ما حدش وجهه ولا محطوط في الشط لا بس في النهايه بس انا صحتهم طبعا بس ده عشان عنده علاقه مع سيد رجب عشت معاهم فتره طويله واكلتهم ولعبت معاهم وانا اساسا بحب الحيوانات فكان لطيف انما طبعا كان في مشاكل يعني كلب مثلا مش عايز يجي خلاص يعني الموضوع لازم انعد مره واثنين وثلاثه وبتاع وحاجات كده انما في النهايه علشان تتعمل حاجه زي العلاقه اللي بين الحيوانات لازم تعملي معاهم علاقه يعني لازم يحصل فيها جزء حقيقي اتجنن لما شافه على الارض اتجنن هو كان خايف بجد كان خايف بجد كل ده ولا في الشوت ولا المفروض هيتصور كده ولا اي حاجه رزق هي ملحوظه مهمه مش بس لانها كتبت في التتر انما في التتر انما كمان لان احنا عرفنا من كواليس التصوير انه كان الكرو كله والتعامل كله مع كل الحيوانات الموجوده كان برفق شديد جدا جدا وده كان يعني الشاهدين على التصوير قالوا ده كان في بنتين من مساعدين الاخراج كان مهتمين بالكلاب وباكلهم اكتر كان حاجه لطيفه لا ما اهتموش بيها بس هو الغريب انه كل مش يعني اللي مش متكرر دايما لما يبقى في حيوانات في اي فيلم تبقى حيوانات مدربه انتوا دول كانوا فعلا كلاب شارع وقطط كلهم لا مش كلهم كان فيهم مدرب وفيهم مش مدرب يعني عنتر كان مدرب اعتقد الى حد ما الى حد ما مش تدريب مدرب يعني عالي. تعالى روح يا يعني مثلا ويعيد المشهد يا استاذ سيد نعم يعيد المشهد يعيد المشهد بمزاجه بمزاجه عنتر ساعات بمزاجه ساعات المشهد ما يعجبوش ساعات يبقى كويس عنتر ما كانش كويس مش عايز انتوا كلكم جاهزين انما هو عنتر مش مستعد بالظبط كده خلينا نشوف الميكنج للفيلم كنتوا بتصوروا في الزمالك مصر الجديدة مصر الجديدة بس انا حسيت ان الفيلا كده في زمالك مهندسين قديمه تجربه تجربه في الاوف ليه عشان انا ممكن ابقى اطلع ولا كمان بص انا هنا ده دي اللي انا هقول لك الجون عشان انت يلا ماشي يلا بينا ده يلا لا احنا محتاجين نشربها يا جماعه عايزين نشرب طوح انت انا اكلت ماشي خلاص نشرب طوح ايه عشان يقفوا انا حاطط لهم ميه فوق شربين محتاجين الزيت اللي خدت طب طيب معايا ابو عبدو طوح بس تخلص معلش معلش اجي طوح خلاص طب يلا Yeah.
ممكن من ورا سنه دور الهندسه يلا نهدى 46 1 رابع مره مارك اد اكشن اتمنى كل واحد فيكم يحكي لي عن علاقته بالحيوانات. ممكن تبقى علاقه لطيفه او ممكن تبقى علاقه فيها فوبيا او مشكله ما او حاجه في الطفوله. انا اللي عندي حيوانات في البيت يعني قصدي مش بالضروره مش كل الناس احنا اللوكيشن كان فيه حيوانات اكتر مننا احنا بس ممثلين الفيلم. لا انا فعلا بفكر في كده لو ممثل وجاله دور كده وعنده فعلا فوبيا هيبقى الموضوع فعلا بس مشكلة. احمد كان حريص انه ينقي ممثلين عندهم علاقه انا ما اعتقد هيرفض يعني انت فاهم صعوبة الموضوع انك عندك فوبيا انت حيوانات ايه ربيتها يا استاذ سيد؟ ربيت كلاب وقطط حضرتك من وانا صغير وابويا كان عنده كلب وانا كبرت على كده وبعدين من بعد ما كبرت بقى عندي كلاب. كان عندي كلبين في دهشور وحصل حرامية نطوا من القصور وموتوهم وبتاع وحاجات كده ويعني وعندي توتا وعندي لولي وعندي دلوقتي كراميل كنت مسميها كراميلا وبعدين اتضح ان هي ولد فمسميه دلوقتي كراميل بقى انت الحنيه وخلاص مش مهم بقى وبغلط والله يعني ساعتها قال له كراميلا وبعدين بقى شكله ولد كبر يعني بقى بياخد على خاطره فكراميل فعلا لقيته في الشارع وعاش معايا ودلوقتي بقى حاجه جميله. ناهد كلبين وبغبغان وكلاب الشارع وقطط الشارع بقى اللي حواليا بلاقيهم بربيهم. احمد حاليا ما عنديش للاسف. لا علاقتك بيهم ايه يعني من الصغر؟ محب جدا جدا من وانا عندي 4 سنين او 5 سنين وانا بترجاهم في البيت بابا رحمه الله عليه ان انا عاوز كلب فمش هينفع يا حبيبي نجيب كلب طب انا عاوز كلب طب هجيب لك كتاكيت فجاب لي 11 كتكوت فلو انتم واحد واحد وسميتهم واحد واحد وبتعامل معاهم على انهم الكلب بتاعي وبيجروا وراي في البيت كل التفاصيل لحد ما كلهم ماتوا واحد ورا الثاني اتاكلوا ولا ماتوا واحد ورا الثاني في منهم حوالي 3 اتاكلوا فعلا حداه كنت مخرجهم في الشمس عشان يتشمسوا كده فالحداه جت ترجع ما تلاقيهمش وجبت بعد كده عصافير وطاروا وبعد كده جبت يعني حوالي 3 أو 4 كلاب على فترات مختلفه بس كلهم لاسباب مختلفه بينتهي بيهم ما بيعمروش يعني كان في لما قال كتاكيت افتكرت ان انا وانا صغيره كنت دايما بتحايل على اهلي انا عايزه قطط فيقول لي طب كتاكيت فكنت برضو بيموتوا مني لاني كنت بقوم احميهم لانه ريحتهم مش عجباني فبعدين توقفت عن حمى الكتاكيت. تجارب الطفوله المؤلمه رهيبة. الجرائم الصغيره مش معقول يعني بحاول اسامح نفسي وبعدين القطط بقى في حياتي طول الوقت يعني نفسي اربي كلب بس مسؤوليه كبيره قوي قوي وانا مش هقدر عليها دلوقتي مستنيه ابني يكبر وبعدين اجيب كلب. يعني انتوا كلكم يعني الفيلم لامم مجموعه بعيد عنك ده اخذوا السي في بتاعتكم مجموعه جميله يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.